أسابيع قليلة تفصلنا عن افتتاح القرية العالمية للموسم 26. الحين بناخذ جولة في الأعمال الإنشائية والتجديد والصيانة وأيضا المناطق الجديدة اللي راح يتم افتتاحها في هذا الموسم. انتقلت القرية العالمية لموقعين ثانيين قبل انتقالهما للموقع الحالي في دبي لاند على مساحة تبلغ 1,600,000 متر مربع. هذا دليل على تطوير الوجهة سنة بعد سنة وتجديد وتحسين هذه الوجهة. القرية العالمية تجمع على مساحتها أكثر من 80 ثقافة وترحب بأكثر من 7 ملايين ضيف في كل موسم. في سنة 2018 القرية العالمية وصلت للمركز الرابع عالمياً من ناحية متوسط عدد الضيوف اليومي، تقريباً 42,000 ضيف في اليوم الواحد. تفتخر القرية العالمية بكونها وجهة تجمع الكثير من الثقافات من حول العالم في مكان واحد. هذا الموسم راح يضم 26 جناح من 80 ثقافة مختلفة، فتخيلوا كمية الثقافات اللي راح تكون موجودة هنا. عودة ثقافة العراق بجناح جديد كلياً يوفر أروع ما في هذه الثقافة الغنية. تضم القرية العالمية أكثر من 3500 منفذ بيع، توفر المنافذ خيارات غير محدودة من البضائع الأصلية والحرف اليدوية والهدايا التذكارية، وتقريباً كل أنواع المنتجات من أثاث المنزل والإكسسوارات والأزياء وغيرها الكثير من حول العالم. بعد انتهاء كل موسم من القرية العالمية يتم هدم جميع الأجنحة وإعادة بنائهم في أقل من 6 شهور، هذا لتجديد هذه المباني والاشتراطات الصحة والسلامة. القرية العالمية تضم مجموعة من المطاعم والأكشاك المميزة بحيث يتم تقديم ألذ المأكولات من مذاقات مختلفة حول العالم من خلال أكثر من 500 منفذ للمأكولات والمشروبات من المطاعم والأكشاك والعربات وحتى السوق العايم. تغيير موقع سوق العائم إلى منطقة أكبر اللي هي البحيرة الكبيرة مثل هذه، ومثل ما تلاحظون على اليمين كل القوارب موجودة بتضم مطاعم وفي بلكونات. طبعاً هذه البلكونات اللي تشوفونها تساعد لمشاهدة المسرح الجديد المستوحى من الثقافة الصينية وياخذ شكل التنين. طبعاً أنا من المحبين الحلويات خصوصاً الحلويات الآسيوية. اليوم مثل ما تشوفون سوق القطارات، هذه منطقة جديدة في القرية العالمية مستوحى من سوق الشهير في تايلاند اسمه سوق المظلات. مناطق المخصصة للأطفال تزايد في القرية العالمية في هذا الموسم. منطقة جديدة تضم مجموعة من الألعاب للأطفال ومناطق للجلوس والاستراحة مخصصة للعائلات. وجهة جديدة للأطفال لأول مرة في الشرق الأوسط، شخصية كرتونية عالمية بيتر رابت بتضم أنشطة للصغار مثل المتاهة، ورش لتعليم الزراعة وغيرها. المسرح هذا السنة راح يقدم عرض جديد ومختلف في القرية العالمية، عروض مائية، ومثل ما تشوفون الحوض هذا اللي موجود في منتصف المسرح راح يقدم عروض مائية مختلفة ومميزة. وغير هذا في بعد الألواح المائية والجيتسكي وبعد القفز الحر من ارتفاع 23 متر. خلصنا تغطية القرية العالمية خلال الفترة الإنشائية وبنشوفكم في الافتتاح.